كانت هي مقتطفات من برنامج طيب الكلام بالذكرى الخامسة لرحيل الكاتب والمخرج المبدع والأديب الراحل، تحية لروحه الطيبة ممدوح عدوان. مشاهدينا نوصل لفقرة إن شاء الله رب تعجبكم، أكيد هي فقرة رح تعجبكم. الفنانة التشكيلية سارة شمة صاحبة تجربة مهمة وحضور مشهود على الساحة التشكيلية، حصلت على عدة جوائز وكرمت في أكثر من بلد وأقامت معارض فردية وجماعية كثيرة. حول مشاركتها الأخيرة في معارض بالكويت وتركيا، يسعدنا أن تكون معنا الفنانة المبدعة سارة شمة. بدي لك صباح الخير. صباح الخير، أهلين. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. نحكي شوي بداية، طبعا نتحدث عن معرض الفردي يلي كان بالكويت وهو الثالث لإلك بالكويت، تضمن 19 لوحة زيتية. أيه. نحكي شوي عنه، كيف كان صدى هالمعرض بالكويت وأكيد في أصداء كمان له هون بسوريا، تفضلي لو سمحتي. هو بالحقيقة كان يعني معرض حلو وتجربة مهمة بالنسبة لي للمرة الثالثة، ونظمت الكويت نظم لي المعارض بالكويت وكان حلو بالحقيقة. أصدق جديد بمول 360، هي الفكرة الجديدة بالنسبة لي إني أعرض بمول، يعني كتير غريبة وحبيت الفكرة. فكان ديكور المعرض حلو من جوا، كله أسود وإضاءة خفيفة على اللوحات، فبتفوتي على المعرض تشوفي بس اللوحات ضاوية. حلو. وبتلاقي عالم فايتين على المعرض ما لهم علاقه وما مو متوقعين انه يعني يشوفوا معرض بوجودهم بمول، يعني شيء غريب مثل ما قلتي. فكانت تجربه حلوه كثير بالنسبه لي. وبس بس نحكي شوي عن لوحاتك بالمعرض. كانت معظم الشخصيات بنحكي انه فيها طمانينه، حاله من الطمانينه بتسودها وسكينه سلام. صحيح انه مثل ما ذكرتي من قبل انه هي المفردات بتساوي عندك الحب. مظبوط، تحكي لنا هيك عن هاي. هو بالحقيقه انا رسمت هدول اللوحات بفتره، يمكن فتره زواجي اول هيك بقى. وغالبا انا ما بعطي اسماء للوحات او بعطي اسماء للمعارض قليل. فبعد ما رسمتهم اعطوني هذا الشعور اللي انت قلتي، حسيت انه انا عملت حاله طمانينه مثل ما قلتي، سكينه، شيء من السعاده من الاسترخاء. فبالنسبة لي هي المفردات مثل ما قلتي تساوي الاستقرار، يعني العاطفي عندك بشخصيتك انطبع على هيك الهيئة. كان هيك شيء. نحكي عن مشاركتك بمعرض اسطنبول. طبعا شاركتي بتركيا بمعرض اسطنبول بسبعة لوحات زيتية. مزبوط. كان اقل طبعا المشاركة من المعرض الكويتي. معرض اسطنبول بوجود يمكن فنانين سوريين، تفضلي تحكي لنا عنه شو. معرض اسطنبول هو معرض جماعي. هو اسمه المعرض، يعني هو المعرض العالمي للفن المعاصر. هو هذا المعرض يعتبر من أهم حدث فني بتركيا، ومجموعة جالوريات من كل العالم بيشتركوا فيه. هالسنة كانت سوريا هي ضيفة الشرف بهذا المعرض، فكانوا الجناح السوري اللي هو كضيف شرف فيه ست فنانين. كان في مصطفى علي وأحمد معلا وغزوان علاف وإسماعيل نصرة، مين كمان؟ ما بعرف، أنا ما كنت هناك. وحسكو حسكو عفوا. فكان حلو كتير هذا الجناح. ويعني العالم هنيك محتفلين انه سوريا ضيفة الشرف دائما بالصحافة التركية والأجنبية اللي عندهم. وقت بيحكوا عن هالمعرض انه اسمه كونتمبرري اسطنبول، بيذكروا انه سوريا هي الجناح الجديد، سموه مشاركة جديدة. سوريا كانت الأولى المشاركة بهذا الشكل. نعم. ايه. شو سموه عفوا؟ سموه آفاق جديدة. نعم. وبعتقد كل سنة راح يستضيفوا بلد بهذا الجناح. فكان حلو كتير يعني، وأخذ ضجة حلوة. وتعطينا تعرفنا على كتير فنانين أتراك ومهتمين بسوريا، وخصوصي إنه بلاد قريبة على بعضها. بقى حلوة حلوة. كان في غير كمان طبعا فنانين الأتراك، كان في فنانين من غير بلدان. كان في مثل ما قلت لك كمان هيك تجارب، يعني هي مجموعة جالوريات. ايه كان في لقاءات حلوة، كان في نشاطات. اجتمعوا هالجالوريات مع بعضهم، نشاطات ثقافية، شيء ياخذونا على متاحف، شيء في تفاعلات، كان يعني نشاطات حلوة كثير. حلو كثير. نحكي عن مشروعات هيك
مستقبلية، وخاصة ما شاء الله يعني مدق على الخشب. أنت يعني إنتاجك غزير، وفعلا في هيك لوحات دايما بخلال سنة بيكون فيها أكثر من طبعا عدة لوحات. نحكي شوي هيك عن هالمشروعات، شو حابة؟ شو في كمان مشاركات إذا بتقولي لنا كمان معارض كمان مستقبلية؟ بالحقيقة ما في شيء لسه لهلا مثبته لبعدين، لأنه لساتني مخلصة يعني معرضين، وقبله كان في شوية نشاطات، بس في مجموعة قصص بس لسه ما حددت أي منه، وقت بحدد بخبركم أكيد. مجموعة قصص شو يعني؟ مشاركات أو معارض أو هيك. في لوحات لسه ما حددت. لوحات دائما يعني دائما أنا بشتغل بضل شغال الفكر وال حلو كثير. ما بوقف شغل لأنه بشتغل كل يوم من الصباح للمساء وبعد الظهر. بين الحياة الزوجية الاستقرار اللي قلتينا عنه قبل شوي، أثر شيء على لوحاتك أو بتحسي أثر إيجابا؟ هو بالحقيقة أثر إيجابا. حلو. يعني هو لأنه حسب الشخص اللي تكوني معه بقى، إذا هو مرتاحة معه وسعيدة وحابة بيكون ملهم بقى هذا الشيء. ان شاء الله نحن بنتمنى دائما طبعا ياثر ايجابا. نحكي هيك عن معرض، اكثر شيء لفتك غير معرض الكويت، كنت عم تقولي انه كان شيء هيك ظاهره مميزه انه بهذا انه يكون بمول. في شيء معارض ثانيه تركت هيك اثر جواتك بنفسك؟ معارض انا عملتها؟ بالحقيقه كل معرض بعمله في له خصوصيه، في له خصوصيه معينه. بس يعني هلا ما بتذكر لانه كثير كثار معارض عملت. ما شاء الله. بنتمنى نحن طبعا نشوف مشاريعك مثل ما قلتي، بدك تخبرينا عن المشاريع المستقبليه أكيد. بس هيك تستقري على عده قصص قلتي لي في موجوده. اهلا وسهلا فيكي. نحن طبعا دائما بنتمنى لك، يعني انت بدنا نحكي انه بنتمنى لك طبعا الدوام التوفيق والنجاح، وانت من اسماء اللامعه يعني بحياتنا. شكرا. التشكيليه. اهلا وسهلا فيكي. الله يخليكي. ميرسي. اهلين.